تعذرها في أعماق التاريخ. ونتابع الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في طريقه إلى طائرة أمير دولة الكويت التي حطت منذ قليل في مطار القاهرة الدولي، واستقبال رسمي في انتظار صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. السيد الرئيس الآن في طريقه لاستقبال صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي يقوم بأول زيارة له منذ توليه مقاليد الحكم في الكويت إلى جمهورية مصر العربية. علاقات قوية وتشاور مستمر يجمع دائما القيادتين في مصر والكويت، ودائما ما تكون العلاقات المصرية الخارجية هي أساس التعاون والأرض الصلبة المتينة التي يتحرك من خلالها والتي يستند إليها التعاون العربي المشترك. فمصر دائما تنظر إلى دولة الكويت بأنها السند والداعم لمصر عبر التاريخ نظرا للعلاقات القوية التي تجمع البلدين، وكذلك ينظر الإخوة في دولة الكويت إلى مصر ويصفونها بأنها الشقيقة الكبرى، وأن أمن مصر هو أيضا من أمن الخليج. Thank you.